الكريم يجيب من ناجاه. سجد الجبين لهيبته وركع الراكع لخشيته ودعا داعي دعاءه يرجو رحمته وجلاله انه الله العلي الكبير اللطيف الخبير القائم على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. وصلاه وسلاما على النور المعظم والكنز المخلص والبحر المطمئن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نور الورى وصاحب مقام قاب قوسين او ادنى. من صلى عليه سيفهم لكن من لم يصلي عليه سيفهم. هو الذي تكره عنا بشفاعته حر جهنم. هو الذي قدمه في الصخره علم. هو الف العلفه وباء البهاء وجاء التحلي وتاء الثبات وجيم الجمال وحاء الحلم وخاء الخير ودال الدلال ودال زلف المتعال وراء الرحمة الكبرى وسال زيف الوجود وسين السعود وشين الشهود وصاد الصفاء وطاء الرهاء وطاء الظلال وضاء الظلال وعين العناية وغير الغاية وفاء القدوة وقاف القوة وكاف الكماء ولا من الكلعان وميم الملك ونور الموالي وواو الوفاء وهاء الهناء ولا مؤلف التوحيد لا اله الا الله ويا الياقوت نموع الرحمه الكبرى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ابن ادم ان كنت في ضيق وملل وقد اصبحت في حرج فصل على النبي المصطفى من بني هاشم ياتيك الله بالفرج. ايها الاخوه المؤمنون سلام على الله الداخل كبرى بصور الضيافه المتنقيه كخازن التبشير الصعيدي واتباعه الكرام الهندسه الاذاعيه في مقر الاذاعات محمد الخولي واتباعه قناه المهندس محمد يسري ابو الليل اعمل الضيافه لابناء درويش يشارك ال خليل الاكرمين اصحاب الادب والواجب في كل مقام ومكان مشاركينهم في ليلة التكريم للوالد الكريم محمد عثمان مشاركة للأستاذ الدكتور جمال عثمان وكذلك المهندس خالد الدكتور عثمان محمد عثمان الأستاذ عصام عثمان محمد مصطفى خليل وأبناء عمومتهم الكرام. يا مصر قومي واسمع القرآن فليلتنا هذه بوجود حرق يزلزل الوجدان وكأن جبريل من فوق السماوات العلى ينادي هيا بسماع القرآن جدد الإيمان قارئ فجر الليلة بإذن الله من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها لمدينة القاهرة ارتقى الآن منصة السلاوة الأكثر شعبية عالمية بالساحات القرآنية المباركة فضيلة القارئ الدكتور عبد القاسم خرس قبل تلاوة إذاعة وتلفزيون جمهورية
مصر العربية والعالم الإسلامي فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. صل عليه وسيدنا النبي. بالحق لتدخلن المسجد الحرام شاء الله آمنين. آمنين محرقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لقد صدق الله حبيبي تسلم 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللي مكتوب واللي زياده فيها
الله الرحمن الرحيم تنشيط عبد الناصر الحرك المميزة. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء والمقصرين والمقصرين لا تخافون. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء صدق الله العظيم. خلاص كده خلاص. آمنين محلقين رؤوسكم والمقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تفعله فجعل من دون ذلك محمد رسول الله. صل عليه. محمد رسول صدق الله العظيم. طيب
تقبل الله منه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء محمد رسول الله والذين فاستوى على سوقه
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بين يدي الله
علي الشكور. واتقوا الله إن الله سميع عليم. صوت النبي صل على الحبيب المحبوب عليك يا دكتور عبد الناصر. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا Oh.
تعود إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. جل جلاله. ولو أنهم صبروا حتى وَأَنَّ فِي
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حضر سيدنا النبي. لو يضيق كرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان. Oh,
أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم والله عليم حكيم وأقسطوا
الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله وبلغ رسوله الكريم وامر على ذلك الاشهاد ربنا اجعل القران الكريم العظيم ربيع قلوبنا وجلال قلوبنا واحزاننا واجعله الوارث لنا واجعله حجة لنا لا علينا يا رب الراحمين يا الله هكذا أيها الإخوة تنوّل آل سورة الكهف والفرات حفظنا ملائكة الأراضين والسماوات تجلت علينا أنوار الحق لأننا نستمع إلى ملك المقام سعدنا وإياك بأكثر شعب العالم مدعو الملوك ورؤساء العالم الإسلامي للساحات القرآنية العبارة اطبوا على الدولة التلاوة بإعلان إذاعة وتلفزيون في حرية مصر العربية قارئ فجر الليلة بإذن الله على الأوائل مباشرة فضيلة القارئ الدكتور ناصر هذا البقاء القرآني الكبير الذي يشارك في آل خليل الأجرعي في ليلة التكريم للوالد الكريم محمد عثمان سائلنا المولى جل وعلا أن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يجعل هذه الليلة في قبره خير لياليه وهذه الساعة خير ساعاته اللهم ربنا يحمي الكتاب يا ربنا يسر حسابه وارفع درجاته أيها المهديين واجعله رفيقا لخيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في الجنة أنت ولي ذلك والقادر عليه شاركنا أبناءه الكرام أستاذ الدكتور جمال عثمان المهندس خالد عثمان الدكتور عثمان محمد عثمان الأستاذ عصام عثمان والحج مصطفى خليل والأبناء العبوة الكرام شاكرا كرام إلى إرهابة الأبناء الأعلى السادة أعضاء هيئة التدريس جامعة الزقازية كذلك رجال الأزهر الشريف ورجال الأرباب رجال التربية والتعليم وزارة الزراعة والكهرباء وزارة البترول السادة أعضاء مجلس النواب نقابة المحامين ومؤسسة الصداع ورجال وزارة الدفاع ورجال وزارة الداخلية ورجال وزارة الإعلام شكرا ايضا لبقية العزاء الواثقة في السيدة نائبة فؤاد عباد التي وفدت في هذا الاعتقاد الاعلامي مقبلة بوفد رفيع المستوى شكرا ايضا السيد فتك علي رئيس المسجد الفتح المحافظة الشرقية كذلك رجال وزارة الداخلية الاعلى الاعتراف والاخوة المقرون مؤسسة الصعيد ادارة دارة بشير الصعيد واولاد حي
كعبد الصعيد حدثنا بشر شاكرا الى فارس الاذاعيه عند قدر الاذاعات عبد الخولي وانواعه بالعوسجر كذلك لك وش لاعظم الاطواف والفرقيه اللي يميزها محمد مسلي ابو الليل القنوات الفضائيه المصريه شكر الله سعيه وعيه.